مستشعر التحكم بالمصابيح الأمامية الرئيسية هو مستشعر موجود في مقدمة السيارة، يساعد على ضبط الأضواء بشكل تلقائي حسب الحاجة. لاحظ أن المستشعر قد لا يعمل بصورة صحيحة عند تغطيته أو إذا تم تثبيت أي أجسام على الزجاج الأمامي. يساعد هذا المستشعر على تشغيل مجموعة من أنظمة التحكم التلقائي بالمصابيح. نظام إطفاء المصابيح تلقائيا. يطفئ هذا النظام المصابيح الأمامية والخلفية تلقائيا عندما يفتح باب السائق بعد إطفاء المحرك. نظام تسوية المصابيح الأمامية تلقائيا. يضبط مستوى المصابيح الأمامية حسب الحمولة في السيارة لضمان عدم تعارض المصابيح الأمامية مع مستعملي الطريق الآخرين. نظام التذكير بإطفاء المصابيح. يصدر صوتاً تنبيهياً عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات أو على وضع الإيقاف وفتح باب السائق حين تكون مصابيح السيارة مضاءة. وقد يشير وميض ضوء التنبيه لنظام تسوية المصابيح الأمامية تلقائياً لوجود خلل عند وميضه. راجع وكيل تويوتا. نظام الضوء العالي التلقائي يستخدم مستشعر الكاميرا لتحديد سطوع الأضواء على الطريق ويتحكم في الضوء العالي تلقائياً حسب الحاجة. عند تشغيل نظام الضوء العالي التلقائي راعي التنبيهات التالية: تجنب لمس مستشعر الكاميرا، لا تعرض مرآة الرؤية الخلفية أو مستشعر الكاميرا لصدمات قوية، لا تفكك مستشعر الكاميرا، لا تسكب السوائل على المرآة الداخلية أو على مستشعر الكاميرا، تجنب وضع أي أجسام على لوحة أجهزة التحكم والمقاييس، لا تضع حمولة زائدة في السيارة، لا تستبدل الزجاج الأمامي بزجاج غير أصلي. لتشغيل خاصية الضوء العالي التلقائي حرك ذراع التحكم بالمصابيح للأمام وهو على وضع أوتو. اضغط بعدها على زر تشغيل الضوء العالي التلقائي. تشغيل خاصية الضوء العالي التلقائي يعتمد أيضاً على تحقق الظروف التالية: أن تكون سرعة السيارة أعلى من 40 كيلومتراً في الساعة، أن تكون المنطقة أمام السيارة معتمة، ألا تكون هناك سيارات أخرى أمام سيارتك تضيء مصابيحها الأمامية والخلفية الطريق. إذا انتقلت السيارة من منطقة مظلمة لمنطقة مضيئة أو محاطة بمصابيح كثيرة، سيتم إطفاء الضوء العالي تلقائياً. ومن الممكن أن يطفأ الضوء العالي تلقائياً لو اتضح أن السيارة التي أمامك تستخدم مصابيح الضباب بدلاً من المصابيح الأمامية. في بعض الحالات التالية قد لا يطفأ الضوء العالي تلقائياً: عند ظهور السيارة المقابلة من منحنى بشكل مفاجئ، عندما تعترض سيارة أخرى طريق السيارة، عند تعذر رؤية السيارات التي أمامك بسبب المنحنيات المتكررة أو الحواجز أو الأشجار الموجودة على جوانب الطريق أو ما شابه، عند عدم إضاءة مصابيح السيارة التي أمامك. في بعض الظروف قد لا يتمكن المستشعر من اكتشاف مستويات السطوع المحيطة بشكل دقيق، مما قد يتسبب في تشغيل الضوء العالي رغم عدم الحاجة إليه، أو تشغيل الضوء المنخفض رغم الحاجة لضوء عالي. في هذه الحالة عليك ضبط الضوء العالي والمنخفض يدوياً. مثال هذه الظروف: ظروف الطقس الرديء، في حال خدش الزجاج الأمامي أو إحاطته بالضباب أو البخار، أو عند اتساخ المرآة الداخلية، عند ارتفاع درجة حرارة المستشعر، عندما تكون الإضاءة المحيطة مساوية لمستوى إضاءة السيارات، عندما تكون مصابيح السيارات التي أمامك مطفأة، عند القيادة في ظروف سطوع متغايرة، عند القيادة على طرق متعرجة، عند وجود أجسام براقة أمام السيارة، عند ميلان السيارة بسبب الوزن، عند التحويل بين الضوء العالي والمنخفض بشكل متكرر أكثر من اللازم.